مشاهدي عقارات يونس خليفة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد، فيديو رائع ومتميز. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه ينال إعجابكم والرضا ديالكم، وتكونوا كتشوفوا بطبيعة الحال وأنتم في صحة جيدة إن شاء الله. فيديو متميز ورائع، نتمنى من الله سبحانه وتعالى أننا نكونوا أعزائنا المشاهدين دائما كنلبيو لكم الطلبات ديالكم، وكنلبيو جميع الطلبات ديال الإخوة اللي مشتركين عندنا في القناة، وكذلك بطبيعة الحال الإخوة اللي ما مشتركينش. كنحاولوا جاهدين أننا نجيبوا جميع المنتوجات، نجيبوا بقعة أرضية، ونجيبوا منازل، ونجيبوا شقق بطبيعة الحال. وفقنا الله سبحانه وتعالى، جبنا لكم هذا المنتوج هذا الرائع والمتميز اللي كيتواجد في مدينة تمارة، حي الوفاق، الحي اللي معروف بالموقع ديالو الاستراتيجي، والحي اللي معروف انه حي يعني اللي تجاري جدا، حي اللي يعني التجاره اللي الانسان كيديرها فيها باذن الله الرحمن الرحيم راه كتكون تجاره مربحه. جبنا لكم هذا الموقع هذا وهذا المحل التجاري اللي غتشاهدوه معنا، واللي غنعطيكم عليه تفاصيل بطبيعه الحال، وكذلك غنعطيكم المساحه والثمن. الموقع ديالو راه استراتيجي جدا، هو المساحه ديال المحل التجاري ممتازه، والموقع استراتيجي، والثمن ان شاء الله اللي غيكون ثمن مناسب. هذا هو المدخل الرئيسي، ما بغيناش نخرجوا برا المحل، يعني جا في الشوكيه وجا على الشارع، كاين الساكنه بزاف. هذا هو الطابق الارضي ديال هذا المحل هذا. عنده جوج ديال الواجهات بطبيعه الحال، جوج ديال المحلات في الواجهه، وثلاثه ديال الكراجات في الواجهه الاخرى، يعني خمسه ديال الكراجات عندنا في هذا المحل هذا اللي شوكيه بطبيعه الحال، فيه الميزانين وفيه السوسول، فيه الميزانين وفيه لاكاف بطبيعه الحال. هذا الشيء اللي غتشاهدوا معنا راه كله داخل في شهاده الملكيه، يعني كل شيء راه تيتري. المساحه اللي في الارض كيف ما كتشاهدوا معنا راه المساحه ديال 64 متر، 64 متر اللي كاينه في الطابق الارضي، وكاينه 48 في الطابق تحت الارضي، وكاينه 46 في الطابق ديال في الميزانين اللي غتشاهدوا معنا. حتى هو راه المساحه ديالو مزيانه وعالي بطبيعه الحال، يمكن لنا اننا نوقفوا باش اللي بغى يدير شي نشاط تجاري كيستعمل فيه الميزانين. راه الميزانين المساحه ديالو ممتازه، وعندنا فيه الطواليت ديالنا. هذا هو الطابق الارضي ديال هذا المحل هذا التجاري، اللي كيف ما قلنا المساحه المجموع الاجمالي ديال المساحه كامله ديال هذا المحل هذا راه 158، قلنا 64 في الطابق الارضي، قلنا 58 في الطابق تحت الارضي، وقلنا 46 في الطابق في الميزانين اللي غنطلعوا ليه دابا ونشاهدوه معكم. ما مجموعه كيف ما قلنا 158 متر. وبطبيعه الحال راه عندنا حقنا في لاكاف، عندنا حقنا في الكراج ديال السياره، يعني في الاجزاء المشتركه من العماره. هذا هو الميزانين ديالنا كما كتشوفوا، راه اكثر من 2 متر تقريبا، واحد 2 ديال المتر، فيه 2 المتر انا راه واقف يعني عادي. المساحه ديالو هي هذه، محل تجاري راه جا في حي الوفاق مدينه تماره، الحي اللي معروف انه حي راقي، وحي اللي ما شاء الله في التجاره فيه الناس اللي خدامين فيه ما شاء الله راه خدامين مزيان، بحكم الناس اللي ساكنين فيه، الساكنه اللي فيه، الساكنه اللي كيشري، والساكنه اللي يعني القدره الشرائيه عندهم كبيره. هذا هو الميزانين ديالنا. والموقع راه كيف ما قلنا راه جا بجوج ديال الفصاد، وجا على شارع رئيسي. هذا هو الطواليت ديالنا اعزكم الله، وهذا هو الميزانين ديالنا. غادي نهبطوا ان شاء الله لاكاف باش نشاركوه معكم حتى هو، وما بغيتش نخرج على سيره الدنيا عامره ما شاء الله تبارك الله. الموقع ديالو راه جا حدا حمام مسجد ابو هريره، وجا حدا اقامه ابن العربي، اقامه ابن العربي ومسجد ابو هريره معروف قرب اقامه ما شاء الله ان شاء الله للسوسول. ونعاودوا نتلاقاو بكم باش ان شاء الله تعرفوا تفاصيل اخرى. بالنسبه للثمن ديال هذا المحل التجاري راه 140 مليون قابله للتفاوض. المساحه ديال 158 متر راه 140 مليون وقابله للتفاوض. غادي نحاول نوريكم على برا ديال 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 هذا المحل. غادي نخرج من هذا الكار من 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 السوسول، ونحاول نصور لكم على برا. راه كيف ما قلت لكم راه كاين ناس بزاف، وهذا ما بغينا نصور حتى واحد. ها انتما نوريكم بعدا السوسول، هو هذا السوسول ديالنا. المساحه ديالو راه 48 متر، عالي مخير، عندنا التهويه ديالنا بطبيعه الحال. وفي الارضيه راه فيه لا موزيك، هذا الباب راه كيخرجنا للملكيه المشتركه. هذا هنا فين الا بغيتو توضعوا السياره ديالكم طبيعه الحال راه عندكم حقكم، وكذلك راه عندكم حقكم في السطح. هذه كتعتبر من الاجزاء المشتركه ديال العماره، وراه عندنا حقنا فيه لاننا كنتعتبروا من الملاك ديال هذه العماره هذه.
هذا هو المحل التجاري اعزائنا المشاهدين اللي حبينا نشاركوا معكم، اللي كيف ما قلت لكم راه كيتواجد في مدينه تماره حي الوفاق. المساحه ديالو الاجماليه راه 158 متر، مقسمه على الطابق الارضي وتحت الارضي والميزانين. الطابق الارضي فيه 64 متر، الطابق تحت الارضي فيه 48 متر، والطابق ديال فوق والميزانين راه فيه 46 متر. عندنا خمسه ديال الكراجات كيف ما كتشاهدوا معنا، عندنا جوج في الفاص وثلاثه في فاص اخر. الثمن ديال هذا المحل هذا راه 140 مليون وقابله للتفاوض. نتمنى انه ينال اعجابكم والرضا ديالكم. الدنيا عامره اعزائنا المشاهدين، اللي حب انه يجي يشوف هذا المحل هذا راه كاين في حي الوفاق، اللي حب يجي يشوفه مرحبا به، الف مرحبا. ما عليه الا يتواصل معنا عبر ارقام الهاتف المبينه في الشاشه ونوفيه بجميع المعلومات اللي يمكن له انه يسال عليها. حفظكم الله ورعاكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.